السلام عليكم. اليوم ان شاء الله مشيت فارموفود، كنت سمعت واحد من احد الاخت كانت قالت انه فارموفود جاب الحلال، وطبعا على يعني ما اظن كيختلف من فارموفود لفارموفود كيكونوا اختيارات بزياده. انا اللي لاحظت اليوم غادي يكون هذا، شوفوا حلال. فالمهم اللي مهتم وباغي يجي الفارموفود. هذا تقريبا فيه كيلو ونص، فيه جوج كيلو ونص، جوج كيلو ونص كما كتشوفوا، جوج كيلو ونص بثمن 6.99، يعني 7 باوند. بالنسبة للأولاد اللي تيبغيان طيبوه اليوم مزيانة، ثمن مناسب. أنا بالعكس جاني ثمن مناسب، لأنه أصلا في الحلال شوب كيدير ب 5 باوند الكيلو، وهنا طبعا 2 كيلو ونص، زيد عليها انه حلال. ها هي فين هي حلال؟ الناس اللي غادي يعترضوا لا لا، راه قايلين حلال 100%، ماشي كذوب، حلال. فان شاء الله الناس اللي باغين يجوا يشرو من فارموفود، وفي اختيارات، وقال لي حتى دجاج فروزن حتى هو هول تشيكن حتى هو كاين ان شاء الله. حبيت بس نزيد لكم هذه المعلومه هذه اللي غتكون سريعه جدا، وان شاء الله وانا غادي اول الناس ان شاء الله نقول بسم الله ونجربها باذن الله تعالى. موفقين جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.